لاجل عينك مزوينا بالجمال الطبيعي ما هو المستعار نفح العطر داخل بساتينها في المنصة تسلط والفعاي الكبر كنا حتى السيوف يسلم عيناها كنا حتى السيوف يسلم عيناها العذارى ليا طبت يجيه الدمر كانها تزرع الريحان في ديناها كم هنوف بعدها صابها الانهيار التحدي فرس دكت ميادينها يا حسين الوصايف يا ثقيل العيار كل ما شافتك تركت شياطينها كل ما شافتك تركت شياطينها فالوفا والمكارم ما عليها غبر سمعت عطره وترجح موازينها من يخاوي مثل شرواك شاف العمر كلمة قلتها واعرف مضامينها وقفتك ثابتة في كل ديرة ودار يجمل من الزهور ومن رياحينها يجمل من الزهور ومن رياحينها ما حسبتي حساب اللابسات الخمر كل زينة على دربك تخليناها انت الفارقة وقولها باختصار لو تبين الكواكب تستحقينها بنت شيخ المراجل حاكم من كل شر من رجال انت حوش النعم بيمينها من رجال انت حوش النعم بيمينها جبر جيزومها من حاكمين المشر رزق ومن فعايلها براهينها واهل عمه جدايم قبلة الافتخار رسالة العضياني مضامينها واهل عمه جدايم قبلة الافتخار رسالة العضياني مضامينها رسالة العضياني مضامينها واقبلي مني يا لهجابك الاعتبار من صديقتك بدرية وفي حينها ربعها اللي تعدوا